الشاهد يا اخوان، البلاء والمرض موجود؟ موجود. ومعظم بلائنا ومرضنا من الجماعات الإسلامية. والله يا أخوان أنا أقولها بمرارة، نعرف ما كان منهم وما إلى يومنا هذا يحصل من هذه الجماعات الإسلامية السياسية. كل البلاء منها الآن، بلائنا في هذا الزمان اللي يتولى كبر الفتن منها. لماذا؟ لأنهم وضعوا حاجزا بين عامة الشعب وبين العلماء الربانيين، وضعوا حاجزا. لا تسمع للعلماء، علماء السلطان، بغلة السلطان، دبة السلطان، كل شيء قال. إذن وين نروح؟ قال عندنا، عندهم هم. ووالله ما عندهم إلا الضلال يا أخوان. ضيعوا الأمة كلها هذه الجماعة. ليه؟ لأن الهدف عندهم سياسة. أكبر دليل على هذا عدم الاعتناء بالعقيدة. ما يهتمون بهذه الثلاث اللي قلناها، كتاب سنة صحابة. يقول لك كتاب وسنة صحابة نو، صحابة نو يونو. مفروض إذا عندنا عقل والله ما نأخذ منهم ولا شربة ماء إذا قال صحابة نو، لأن قرآن وسنة كل الجماعات الإسلامية تقول، والفرق يقولون القرآن ما هذه نو. هذا هو الفرقان بينك يا أيها السني وبين عامة الفرق. النبي ما قال 73؟ ها، قال كلها في النار إلا واحدة، كلها قرآن سنة. تقول لهم صحابة يقول لك نو نو بليز نو، قرآن وسنة إنا لا ما في إنا. فلذلك يا أخوان لا يفرق بيننا وبين الصحابة، نتنبه. هذا مكمن الداء والدواء، الدواء هنا والداء هنا. اللي يفرق والله في داء وبلاء، واللي يجمع والذي نسأل الله أن يكتب له الشفاء والدواء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.